عايز ابدا بالظاهره اللي انا عمال اتكلم عليها، وهل هي ظاهره بالفعل ولا هي قد تكون اخطاء فرديه؟ يعني لسه كابتن ناصر عباس دلوقتي كنت بتكلم معاه يا استاذ جمال نعم. على هدف المحل، انا شايفه هدف هو، يعني حتى يمكن اتبعت لي دلوقتي ان الكابتن مثلا احمد الشناوي الهدف، بس للاسف احنا مش هنقدر نجيبه ماتيريال الفيديو، ما اعرفش حضرتك شفته ولا لا، لكن اهو مثلا الكره دي ما اعرفش حضرتك شفتها بتاعت المحله ولا شفتها؟ ايوه طيب الكره دي انا شايفها جول، الهدف الثاني اللي هي الكره اللي اتحسب التسديده اللي غيرت اتجاهها، غيرت اتجاهها. فكابتن احمد الشناوي مثلا بيتفق معايا، كابتن ناصر عباس خبرنا التحكيمي في قناه الاهلي قال لي لا الكره دي اوف سايد وتسلل، فاهم حضرتك ازاي؟ بغض النظر، لكن هناك حاله جدل وكلام كتير في هذا الامر. احنا بالتالي ده من تاني اسبوع، احنا بقى لنا سنه اعتقد حضراتكم كان لكم دور كبير جدا في اللي بيحصل ده، بتتكلموا دايما ويا جماعه من فضلكم، وغير في طبعا كل واحد مركزه الكبير في جريدته او في موقعه بيعمل حاجه وبيتكلم دايما عن التحكيم، وبالتالي وبعدين يا استاذ جمال احنا هو اللي احنا دايما بنركز عليه اللي هو ايه؟ ان الحكم يخطئ وبنتقبل ده، لكن لما يكون في فار ما ينفعش. الفار هو واخد بالك كابتن، صحيح، هو الفرصه التي اتيحت لحكام كره القدم لحسم المواقف الجدليه، صحيح. غير كده ما تجيش بقى تقول لي مع الفار كمان وفي اختلافات. تخيل لازم تخيل والله الكابتن ناصر بيقول لي الحاله دي تحديدا الحاله دي، يعني انا حضرتك واحد بيشوط فالجون اترمى ناحيه الشمال، خلاص، والكره كانت المفروض جايه ناحيه الشمال، يعني شمال الجون، خلاص، خبطت في واحد وغيرت اتجاه راحت ناحيه اليمين دخل الجون، خلاص. كان في واحد من لعيبه المحله واقف هنا، ماشي. طب ده ماله ومال اللي راح كده؟ اهي ايوه يعني اللي شاط ده استاذ محمود، سيبك من اجوال اوفسايد مليون في الميه، ولكن الكره جت على شمال الحارس، الكره كانت رايحه، هو الحارس اترمى على شماله، مش دي من عينه. انت قصد حضرتك ان هو مش متداخل خالص؟ ده شبيه الهدف بتاع برضو سيراميكا، وشبيه الهدف بتاع النادي الاهلي الموسم الماضي مع مثلا، اعتقد بالظبط اللي هي نفس المتداخل، هو مش متداخل خالص. لا بس بتاعت رامي ربيعه السنه اللي فاتت اللي حضرتك تقصدها دي كان رامي متداخل، كلنا قلنا هذا الكلام. رامي عمل الحركه اللي بيسموها محمود في اللائحه ناشطه، يعني عمل كده، عمل كده يعني هم ماشي هم بالله هم نعديها، ايوه نوى يعني نوى اتحرك يعني. وانت قلتوا كده في القناه قلنا طبعا صح، لانه فعلا في حركه ناشطه. صحيح، احنا مش بنتكلم على انها لعبه تخص الاهلي او غيره، انت بتتكلم على اداء تحكيمي. الله ينور عليك. الاداء التحكيمي ده ما ممكن يضرك ويضر غيرك. لا هم ماتشين ثلاثه في الموسم يقلبوا الماتش يا باشا، المسابقه كلها ممكن تغير الدنيا كلها، تغير بطل وتغير رابط. طب هو يا استاذ جمال، هو انا بسال سؤال بس عاوز افهم، مش هو نفسه محمد معروف بامانه شديده هو اللي ارتكب نفس الخطا الموسم الماضي وصدر قرار بابعاده عن مباريات نادي الزمالك، يعود الان ليكون بطل المشهد في اللقطه؟ استاذ محمود برافو عليك. انا بقول، كنت بقول ايه بقى هنا، انا فكرت تفكير اخر، هل وحضراتكم بقى معايا اللي عايز يتكلم نتكلم بس نسمع بعض. السؤال، هل من الممكن ان يكون هناك مخطط للاطاحه بكلاتنبرج؟ ليه؟ لانه من المفترض انا لو امين او لو عايز اقول لكلاتنبرج ده هقول له ايه؟ هقول له السنه اللي فاتت، ويعرف منين السنه اللي فاتت حصل ايه؟ السنه اللي فاتت يا عم كلاتنبرج، ها؟ الحكم ده عمل حركه كده حتى لو غير مقصوده، يعني بص انا بروح لغايه فين؟ يعني انا عندي صفاء نيه، ما عنديش مشكله خالص، بروح لاقصى درجات الصفاء، ماشي؟ والحكم عمل حركه مش يعني بينت قد ايه ان هو بيحب نادي الزمالك مثلا في الوقت ده السنه اللي فاتت. اجي العبه الماتش تاني الزمالك مع سيراميكا؟ طب كنت احطه في ماتش اهلي وبتاع مثلا، احطه في ماتش اسماعيلي ومحله، احطه في ماتش البنك وفاركو، اي حاجه. لو الاخطر انه الاسبوع الاول والثاني عليهم المشاهد ده يا اسامي، الاخطر ان الحكايه تبدا من الاسبوع الاول والثاني. اتفضل يا ريت. يعني الملحوظه اللي حضرتك ابديتها بتثير شكوك كتيره ان الموسم مش هيبقى كويس. ليه؟ لان الراجل الخواجه وراه ناس مصريين موجودين المفروض يفهموه الكلام ده، يعني يفهموه اللي حصل الموسم اللي فات
وان سين من الناس ما ينفعش في ماتش معين، منع الجدل، وعشان هو اللي انا شايفه دلوقتي في استهداف لرحيل الراجل. في استهداف بدأ الاستهداف، يعرفوا فتحته خلاص من اول ما جه في استهداف فعلا. انت خد من تصريحات اللواء ثروت سويلم وابني على المشهد يا استاذ سليم وابني على المشهد الداخلي كله اللي باين لك انه النهارده واللي منشور بكره في الجرايد ان هناك توجه من اتحاد الكوره وعلى راسه الاستاذ جمال عمال ده اتجاه كلادنبرج ومع عضوين ثلاثه. طب هنا 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 السؤال، هل انقسم اتحاد الكوره ما بين حازم امام وجمال علام؟ اه. طب لما جه حازم امام تبنى الفكره وتعاقد مع كلادنبرج كان الهدف ايه؟ الهدف ان انا اجيبه واصرف عليه شويه دولارات زياده مثلا عندي واضيع الوقت، لا عشان اقول انت احنا ولا الهدف التطوير؟ احنا جبنا التجربه لم تنجح. انا بكلم ايه؟ الراجل ما خدش ايه؟ بعد سنه الكلام ده يتقال يا ريس. لا انتوا بتتكلموا كلام منطقي. هو ده اللي عايز المقصود، هو ده ما ينفعش بعد سنه الحكم. انا جبت لك الخواجه عاجبك كده؟ لا لا بعد سنه يعني بعد يومين بعد ماتشين؟ لا ما بعد ماتشين ثلاثة. معلش يا استاذ معلش يا استاذ محمود، انا دلوقتي عندي مشكلة. الخواجة مش حاكم بامره، في ناس معاه شغالة تمام. دي المهم كله يتحاسب، مش الراجل بس. اوكي كله يتحاسب، كله يتحاسب. منظومة خارج اللجنة بتشتغل ضد هذا الراجل. تعالى مفيش كلام. يعني مثلا موضوع الحكم محمود عاشور. محمود عاشور ايوه اللي هو الراجل طلعه ابني بقى على الكلام، طلعه من القايمه رجعوه تاني. يرجع تاني بيقولوا له او بيقولوا لنا انتوا مالكوش، احنا اللي بندير. حلو الكلام. انا بقولها لك ويقولوا ان اللي معناه ايه غير القاري طالبه. القاري طالبه هي معناها ايه غير كده؟ ايوه إيه؟ تقدر تقول حاجه تانية؟ هو استعراض. لا معلش يا استاذ جمال، حضرتك بتقول ان بيتقال ان الاتحاد الافريقي هو اللي طالبه بالاسم على فكره. طيب هل المطالبات دي بتبقى ايه؟ معلش يا استاذ عصام خليك معايا، يمكن حضرتك تقول لي معلومه او انا اقول لك معلومه. انا اقول لك معلومه. انت لسه ما هل انا ينفع سؤال. دلوقتي المعلومه دي بتيجي ايه؟ يعني انا عايز محمود اسمه محمود بتيجي عاشور بتيجي بخطاب ميل يعني ويطبع. صح صح حلو جدا. ايه المشكله دلوقتي لما حضراتكم نسال على الخطاب او الميل ونطبعه لنا؟ لا هو حصل ونحطه. اوكي هو حصل بس هو بقى المعلومه اديني المعلومه. خد بقى المعلومه. هو ده اللي انا بقوله. المعلومه انه ده بالتوافق مع الناس هناك، لان محمود عاشور لم يختاروا انه تم رفعه من القايمه. أوكي. وبالتالي هو كان محطوط في البطوله دي، فيقولوا ايه للراجل اللي هو رقم ثلاثه اللي دخل القايمه وحقه والناس محترمه في المجلس وعدوه، خاصه ان كان فيها حاجه وانا قلت لكم هنا كارثيه يعني. صحيح. وبالتالي اللي هو وائل فرحان. وبالتالي فورا علمنا انه حق اصيل للاتحاد الوطني الاهلي اللي هو الاتحاد المصري ان يرسل رده بان الموجودين الان فلان وفلان وفلان. ويترك الامر اذا كان محبوب عاشور بالنسبه لهم لازم يروح، هيروح حاطينه رابع لغايه المهمه دي ما تخلص. لماذا لم يفعلوا هذا؟ هذا هو السؤال. لا ده كلام في منطقه. هو الاختيار بيتم. لا لا ده كلام. بص امال الكاف قال لك ايه؟ انا بكلم حضرتك وانا مسؤول عن كلامي. ايوه ايوه امال الكاف قال لك ايه؟ ده الفيفا هو اللي عايزه. ده الفيفا هو اللي عايزه متمسك بيه. انتوا يا اتحاد الوطني لو انتوا عايزين ترفضوا ابعتوا قولوا ان احنا عندنا كذا كذا احنا شلناه. البعض الاخر المشهد من جوه مالكش حل. هو الفيفا اللي عامل بطوله المحليين. انا بكلمك اهو. لا لا ده كمان ايه؟ ده مش المحليين وبطوله افريقيا للشباب اللي هتبقى في الجزائر. ما انا بحمل بقى على الكل. هنا بقى المشهد يقول لك ايه؟ هنا الدور واضح ودور ايه؟ عصام عبد الفتاح عاوز يبين مش انتوا شلتوه؟ طب انا هرجعه ومعايا ناس ثانيه. وحط بقى ايه؟ زق كده باسم فوز الاقدع في السكه وانت ماشي برضه. ما هو برضه احنا عملنا معاه واجب. كله بيخدم بعضه. كله بيخدم بعضه. ما انا بكلمك اهو ماشي؟ خدم على الجزئيه دي. المشهد هنا ويبدو كأن تم استباحة. لا والكبير رجالته ما تتضربش برضه. استباحة. استباحة ليه؟ للكرة المصرية للأسف. اتحاد الكورة للأسف. لأنه الكلام ده لو معاه سواتيني اتحاد سواتيني ما يقدرش لا الكاف ولا الاتحاد الدولي يقول لي اللي أنت بتعمله. لأنه قراره خلاص. أنا يا جماعة طلعتك مع كامل احترامي قايمة للكابتن محمود عاشور. ولمن يصور بعض وإنه النادي الأهلي زعلان إن محمود عاشور يرجع. أنت بتحلم.
ما دي اول خطوه حسباته. اول خطوه في الثأر الذي اعلنه ايوه انا يعني باعتبار انه ايه كابتن محمود عاشور سواب وتاريخ ناصر البياض مليان بكل اللقطات الحلوه اللي احنا حافظينها عصام عبد الفتاح هذا ثأرنا وسنحصل عليه ايوه طيب يا جماعه ما هو ده اسلوب بقى اسلوب الشغل هل ده منطقي يعني مين اللي بيعمل القايمه الدوليه للحكام لاي بلد عشان الاتحاد الاتحاد المحلي او الوطني طبعا او الاتحاد الاهلي على رايي مش الاهلي يعني الاتحاد الوطني قلنا لهم بكل الاوصاف بكل اللغات الاتحاد الوطني بلاش الاهلي عشان بيتعبهم ماشي هو اللي هيقدم هو اللي بيختار حكامه لابد من الالتزام بالقائمه بتاعه الاتحاد اي حكم بيتبعت اسمه الكاف عايزه يعني ايه الكاف عايزه ده طلع مجرد سؤال ما هو اتضح انه ده بيبقى مجرد انه بيقول له ده اللي عندي فالرد بيبقى نافذ الا اذا كانت التعيينات بتاعه الماتشات الهوم واوي فاللجنه هناك عينته يحكم ماتش في بلد ما مع نادي ما مع منتخبين ما زي الاخ كده اللي راح ماتش الترجي وبعدين مشوه من الماتش بتاع المنتخب الاولمبي فيقول لك اعتذرت ازاي يعني